ربنا عز وجل بيصف الجنة بأنها عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للمتقين. فإذا كانت الجنة هكذا فأين النار؟ لابد نعلم أن الجنة والنار من عالم الغيب، وعالم الغيب مصدره عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، الوحي من رب الكون والأرض والسماوات. فإذا قال القرآن الكريم إن جنة عرضها كعرض، فده يا أخوانا تشبيه، الجنة نفسها عرضها كعرض السماوات، ما تقالش فين تحديدها. القرآن ذكر في بعض أو بعض النصوص ذكرت إن هي في السماوات، لكن أنت هل تعلم أي سماوات المقصود بها التشبيه؟ السماوات اللي بتعيشها ولا أكوان؟ وده عالم. إذا احنا النهاردة الناس تعلم في حياتها إيه؟ السماء اللي فوقنا والأرض اللي هي الكرة الأرضية، واللي حوالينا ده مش السماء، ده الغلاف الجوي. طيب وعندك تعرف إيه؟ المجرة بتاعتنا ضرب التبانة. طيب كم مجرة في الكون؟ ملايين المجرات. طيب إذن هل ده المقصود كعرض السماوات والأرض اللي هي السماء اللي احنا عايشين فيها والأرض اللي احنا فيها؟ يبقى طبعا فعلا طبيعي أن يكون في هذا الفلك وهذا الكون اللي ده مجرة واحدة اللي فيها آلاف أو ملايين الكواكب، وفي ملايين المجرات زي مجرتنا. فإذن لما فعلا نتأمل نجد أن الآية القرآنية تتحدث فين النار؟ أيضا في كون الله عز وجل الذي تحدث عن الله. فالقرآن حدثنا عن النار في أوصافها وعذابها، لكن فين تحديدا مكانها لا أستحضر نصا يحدد موضعها جيدا يعني، إنما أيضا في كون الله سبحانه وتعالى.